يقول لي يقول كان الشيخ صالح الحمودي الله يرحمه هذا نقلا عن أخوه وأنا جالس والده موجود وأخوانه اجتماع العائلة عندهم دعائلة الحمودي كل فترة أنا جيهم تشعروا فيني الله يجزاهم خير. يقول أحد أخوانه يقول كان الشيخ صالح أخوي ومحمد يقول يعطي أبوي أمي كلمات يا أبو عبد الله إن نقول له ترى إحنا ما نعرف نسوي مثلك ترى. يقول ما يدخل عليه القمران يقول ما يعطي أمه وأبوي إلا كلمات ما تشيلها جبال في الأدب والأخلاق والنداء الجميل. لذلك أبوي وأمي يقول ما يشوفون الشيخ صالح حمودي في كفة من صنيعه هو من أدبه من جزاك الله خير من أدبه وأخلاقه. تخيل يقول كنت أقوله والله يقول إني أقول له يا أبو محمد خف شوي ترى أنت فقيدة لو رحت أنت قبل ما نروح إحنا ترك شيء كبير أنت حصل الشيء والله حصل وتوفى الشيء ها يحدث فجوة كبيرة ترى. يقول فجوة وش فجوة وش فجوة أبو محمد شيخ صالح حمودي مو بس فجوة على والدي والله فجوة أنا علي نفسي أنا كصديق على الأمة أكبر جنازة يمكن صارت عندنا في المملكة والله أعلم جنازة شيخ صالح حمودي حضرتها يا رجال يا رجال في ناس والله هذا الرجل من أغرب الناس صراحة إن بغيت بر في والديه ما تقدر تنافسه ان بغيت انا شف عاشرت الشيخ صالح حمودي اكثر من 25 سنه تقريبا ما شاء الله تصدق يا دكتور عبد الرحمن ما شفته دقيقه مو بدقيقتين دقيقه يتكلم عن الدنيا رجل قريب صراحه يعني نادر واحد يصير يلقى مثله لقيت عياله بينه حول الشيخ بجيبه اي عياله جيرانه يا رجال مرضي كل الناس كل اللي حوله مرضيهم لا اله الا الله والدينه زوجته عياله اخوانه جيرانه يا رجل هذا والله أعلم أنه من أهل الجنة والله أعلم يا أخي رجل غريب سبحان الله. فلذلك الوصول لها المنزلة ترى مو من السهل يا تقول القصة حوله القصة يذكر أبو حمد خالد الصالح أي نعم يقول حينما مرض الله يجعله في الجنة الشيخ صالح الحمودي يقول وكان دخل في غيبوبة يقول وكان في المستشفى يقول فحينما دخل في غيبوبة يقول جيت أنا وخوي معي يقول ممنوع الزيارة ممنوع يقول جينا حاولنا يمين يسار يقول المهم يقول قلت للمناوب قال ممنوع قلت شف لو تطبق الزرقاء على الغبرة ما رحت إلا زائر الشيخ ذا الليل إن شاء الله لازم أشوفه لازم أوقف عليه يقول المهم حدر مراح ومجي يقول المهم أذنوا لنا يقول يوم جينا يقول ما عرفته يقول قال هذاك الشيخ يقول قلت لا ما هو بذا قال لا يقول يوم عين له اسمه يقول ندخل على الشيخ جعله في الجنة يقول وهو في غيبوبته يقول الشيخ خالد يقول فجلست من هنا وخوي من هنا وجلسنا نقرأ جلست أقرأ على الشيخ وأبكي لا إله إلا الله وأقرأ عليه وأبكي ما هي إلا لحظات حتى استقعد الشيخ لا إله إلا الله من غيبوبته يرويها أبو حمد موجود حين يرجع نعم. يقول فاستيقظ قال وإني فيه يلا يا أبو حمد قال نعم قال مشينا لأفريقيا طبعا الشيخ جاء اللي كان في أفريقيا واللي صابح الحمى الصفراء الحمى الصفراء جعل في الجنة قال يلا يا أبو حمد يلا مشينا بنروح لأفريقيا هيا طبعا دعوة وبني مساجد وخير مشينا بيقولوا يسولف يقولوا يرجع الشيخ صالح يقول ودق على هله يقول ربك ما رد التلفون ما رد على أبوه يقول بعطيه هي يقول يسولف معنا يقول بيجي بينتق الليات يقول نهديه وكذا يقول نسولف معه سبحان الله العظيم يقول هم نسري منه يقول يوم جاء مثل بكرة لا هم توفيت رحمة الله سبحان الله العظيم رد الله عز وجل هذه نقلا عن أبو حمد سبحان الله. أنا كنت أنا وياه في محاضرة القوعية الله يغفر له ويرحمه راجعين بالسيارة قينا محاضرتنا ورجعنا في الطريق نايم الشيخ نام بالسيارة والشيخ عادته كذا ونام وهو نايم يسولف وهو نايم اتقوا الله ارجعوا إلى الله يحدث وهو نايم والله العظيم يا أبو عبد ما يا أخوي نمت مع 70 واحد ما سمعت واحد يحدث يا أخوي يا يقرض أسنانه يا يون في الليل